الذي يجب علي أن أطلب من السائق إغلاق الأغاني سواء كنت لوحدي أو في رحلتي مع أسرتي؟ الأغاني الشائعة التي تصحبها المعازف من المناكر التي ينبغي إنكارها بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، فاطلب منعها برفق، فإن أجابك فقد قضي الأمر، وإن أبى فتشاغل عن سماعها بذكر الله عز وجل أو بقراءة نافعة ونحوه. طبعا في فرق عندما تكون السيارة يعني قامت خصيصا لأجلك، ليس معك ركاب آخرون في الغالب أن تسيد الموقف في مثل هذه الرحلة وتستطيع أن توجه السائق بما تشاء.